اهلا بكم اعزائي الطلبه في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه، وان شاء الله هو الدرس الاول تعلم اللغه الانجليزيه لفظا وكتابه. مثلا عندنا نعرف احنا بالعربي هذا هو الالف، واضح شلون هذا الالف؟ الالف طبعا نقرا ا، يعني الصوت ماله ا، فبالانجليزي ايضا اكو ا وهو هذا الا. طبعا اذا اريد تكتبه مثل على التخطيط راح يكون بهالطريقة، الطريقة هاي اعيدها نص دائرة، نبديها من الاعلى وللاسفل، ذني بالخطين ذني السود، بعدين نرفعها للاعلى وننزل لاسفل. هالطريقة هاي ممكن ان تجربها بالدفتر وتشوف حرف الاي اللي ينقرأ ا مثل ما موجود بالعربي، واضح شلون؟ هسه هذا حرف الا انتهينا من عنده. اذا ناخذ حرف اخر مثل الب، هذا هو صوت الب، ايضا بالانجليزي راح نحصل هذا هو الب. هالطريقة هاي نعيدها للاعلى للاسفل ثالث خط، والخطين السود نخلي به نص دائرة على جهة فتحة على جهة اليسار. هسه حصلنا الا والب. مثلا نريد ناخذ حرف الد، ده او صوت الده نفس الباء بس نعكس الدائره مالته، فراح تصير بهذا الاتجاه. طبعا اكثر الاحرف اللغه الانجليزيه من الاعلى للاسفل ومن الخط الاول للخط الثالث. طبعا الحروف نحتاج هنا حروف السمول، اما حروف الكابيتال فاستعمالها قليل. مثلا اريد نكتب كلمه باد، اكيد اذا اريد نكتب بالعربي باد، با باد، باد ثلاث احرف. اذا اريد نكتبها بالانجليزي اول ما ناخذ الاب، هذا هو الاب، بعدين الا با، بعدين الاد، واضح شلون؟ اعتقد استفاديتوا من الدرس الاول وشكرا للمتابعه.